السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هاني عزم المحامي بالنقد من المركز الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية. النهاردة هنجاوب على سؤال مهم اللي هو ازاي انهي حالة الشيوع في تركة عقار او ارض. المحاكم مليانة بالدعاوى والشكاوى بين الورثة او الشركاء في تقسيم العقار او الارض وتحديد نصيب كل منهم. قبل ما نتكلم في ايه هي الانواع اللي هتخليني اعرف اقسم، نعرف ان التقسيم دوت بيتم عن طريقين. الطريق الاول هو الطريق الرضائي، اللي هو ان انا بتفق كشريك او وريث مع الورثه او مع الشركه ان اخد نصيبي في العقار او حصتي في الارض بالتراضي فيما بيننا. طب اذا صعبت القسمه ديت وما عرفناش نقسمها، بنلجا لدعوة أمام القضاء، وهي دعوة تسمى بدعوة الفرز والتجنيب. دعوة الفرز والتجنيب بنقوم بالتوجه إلى المحكمة لإقامة دعوة الفرز والتجنيب، وبعد استيفاء الأوراق من إعلام وراثة وعقد ملكية بنحضر قدام القاضي ونطلب منه إحالة الدعوة إلى خبراء وزارة العدل، أو إن القاضي بيحلها من غير الطلب لاستحالة تقسيم التركة. بعد إحالة الدعوة من المحكمة لمكتب خبراء وزارة العدل، أقوم أنا بالتوجه لمكتب خبراء وزارة العدل لمقابلة الخبير. الخبير بعد ما اطلع على الملف والمستويات المقدمة والحكم التمهيدي الصادر له من المحكمة بمعاينة العقار على الطبيعة على الأرض على الطبيعة، بيقوم بمناقشة طرفي النزاع في سبب إقامة هذه الدعوة. ثانيا بيقوم الخبير بعمل معاينة على الطبيعة لتقسيم التركة أو تقسيم الشركاء في سواء الأرض أو العقار. بعد ما يعاين الخبير بيشوف بيبحث الملكيه بتاعه العقار او الارض. اذا كان في مستندات ناقصه يقدر يجيبها احد طرفي النزاع بيطلبها منه فبيجيبها. اذا كان في استحاله لاتيان المستندات وتوجد باحدى المصالح الحكوميه او الغير حكوميه، بيقوم الخبير بدوره بالانتقال الى هذه المصالح الحكوميه او غير الحكوميه بناء على الحكم التمهيدي طبعا اللي صادر من القاضي، بيطلب منه الكلام دوت. بعدها بيصدر للخبير قرار او تقرير بالنتيجه النهائيه للمعاينه والمناقشه ومطالعه المستندات. بيتبقى لنا بعد اداء الخبير تقريره التوجه الى المحكمه ونطلب حجز الدعوه للحكم. الخطوه الاخيره بعد اصدار حكم المحكمه لصالح احد الطرفي النزاع، بنكون امام أصعب مرحلة وهي مرحلة تنفيذ الحكم. تنفيذ الحكم بيصدر الحكم، بقوم أنا كصادر لصالح الدعوة باستخراج صورة رسمية من الحكم وإعلانه، وبعد الإعلان بنقوم بشهادة بعدم حصول استئناف للدعوة، وبعدها أستخرج صيغة تنفيذية بتوجه لإدارة التنفيذ بالمحكمة بتحديد ميعاد للتنفيذ. وبالتالي وقت ما بقى أنفذ الحكم بيصدر إشكال من الصادر ضد الحكم أو من الغير، بناء عليه بيحدد ميعاد للاستشكال، وبيا إما بيترفض يا إما بيتقبل. لو اتقبل بيبقى كده تمت الدعوة وتنفيذ الحكم. النهاردة اتكلمنا على موضوع اللي هو إنهاء حالة الشيوع، ولو في أي استفسار أو استشارة قانونية أرجو ترك الرسالة في التعليقات وسوف أرد عليها في الحال. ولا تنسوا أعزائي المشاهدين اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله.